وفود عشائرية في الإسحاقي لتهنئة محافظ صلاح الدين بعيد الأضحى ودعم خيارات الشراكة في الاستقرار والبناء والخدمات. سامراء على موعد جديد لإنتاج أدوية الأمراض المزمنة، وتطمينات باستقرار الكهرباء بعد إعادة خطي شمال سامراء وشرق تكريت. القوى السياسية تستعد لتوقيتات الحسم النهائي مع انتهاء عطلتي البرلمان، والتمديد لولاية الكاظم خيار توافقي مسموع. والعبادي يستذكر تحرير الموصل لتفعيل الحلول المصيرية، وسيناريو 2018 يزداد تمددا بالحوارات السياسية لتجديد ولاية الكاظم. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها، والبداية من ناحية الإسحاقية، إذ يواصل المحافظ إسماعيل خضير الهلوب استقبال وفود عشائرية من مختلف مناطق المحافظة للتهنئة بالعيد وتسنمه المنصب، وذلك في مضيفه بناحية الإسحاقية جنوب صلاح الدين. وعبرت الوفود عن تضامنها مع النهج الجيد الذي سيعتمده الهلوب بتوسيع الشراكة بين الحكومة المحلية والوجهاء لتسريع خطط الإعمار والخدمات، مؤكدين دعم خيارات المحافظ في الاستقرار وتكاتف المجتمعي وعودة النازحين والنهوض الحقيقي بالقطاع الزراعي والخدمات. قدم مسؤولو ومديري دوائر قضاء سامراء التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى، متمنين من الله تعالى أن يشهد القضاء حملة أعمار حقيقية تنتشله من الوضع المزري للنهوض بالجانب الخدمي بالمستوى الذي يليق بالمكانة التاريخية لسامراء. نقدم رقة تهاني وأجمل التبريكات للأمة الإسلامية جمعاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عاده الله علينا وعلى جميع المسلمين بالصحة والخير والعافية وموفور تقبل الطاعات. وهنالك أيضا تهنئة خاصة لكافة الكوادر التربوية في محافظة صلاح الدين وخصوصا مدينة سامراء، سألنا الله لهم الموفقية. وأيضا نود الإشارة إلى موضوع مهم، أن هذه الأيام هي أيام مباركة، فعلى المسلمين جميعا أن يستثمروا هذه الفرصة من خلال تقربنا الله، وكذلك إعطاء كل ذي حق حقه. نحن في أيام مباركة، علينا جميعا أن نكون متقاربين، علينا أن ننسى الخلافات، والتسامح هي اللغة الرئيسية التي يجب أن تكون حاضرة في هذه الأيام. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، نبارك للأمة الإسلامية والعربية وهن في صلاح الدين وخاصة في قضاء سامراء. بمناسبة هذه المناسبة العطرة الطيبة، نتمنى لهم التوفيق في عيدهم المبارك، عيد الأضحى، عيد المسلمين، ونتمنى من الله أن يعيده عليهم بالخير والبركة، وإن شاء الله سامراء من بعد العيد تكون بالأحسن ماضية إلى الأمام. نقدم أجمل التهاني والتبريكات إلى شعبنا العراقي بجميع طوائفه وقومياته، سائلين المولى عز وجل أن يعم الأمن والأمان على العراق العظيم ومحافظتنا العزيزة ومدينتنا بشكل خاص، وإن شاء الله يعني نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون هنالك حملة إعمار واسعة ما بعد فترة العيد، وإن شاء الله تكون يعني حملة تنقل الواقع المدينة بالشكل الأجمل. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أتقدم إلى الأمة الإسلامية جمعاء وإلى أبناء شعبنا العراقي الكريم وأبناء هذه المدينة الفاضلة بأسمى آيات التبريكات والتهاني، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الذكرى وعراقنا يزهر بالخير واليمن والبركات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهذا البلد أمر رشد ينقلهم إلى حافة الأمن والأمان والاستقرار، إنه سميع مجيب الدعاء. ونبقى في أجواء العيد. ومن ناحية بروانة بقضاء حديثة غرب محافظة الأنبار، قدم الأهالي التهانية وعبروا عن سرورهم بتمسك الناحية بالتقاليد المتوارثة في الأعياد وأهميتها في توثيق صلة الأرحام والتسامح في المجتمع. نهني الأمة الإسلامية بحلول هذا العيد، راجين من الله جل وعلا أن يرفع عن الناس الكرب والبلاء وأن يوفق الجميع لما فيه خير البلاد والعباد. بدأ مروناك حكومة محلية، فإننا نبارك لجميع أهالي ناحية بروان بهذه المناسبة العطرة
ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن يديم نعمة الأمن والأمان والإعمار على محافظتنا وعلى بلدنا الحبيب، ومن الله التوفيق. نهني شعبنا العراقي وهني الحكومة العراقية محافظة الأنبار وهني العشائر في هذه الناحية، ناحية بروانة، ناحية الشهداء، في هذا المجتمع العشائري. كل عيد احنا نلتقي بهاي الوجوه الطيبة وعشائر بروانة من خلال العيد الأضحى المبارك. نهنئ العالم الإسلامي جميعا والعراق وأهل العراقي خصوصا، ونقول كل عام وأنتم بألف خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامكم كلها أعياد وكلها مسرات. يا رب يفرحكم بأعيالكم وأبدانكم وأنفسكم، واللهم يفرج عنا وعنكم ما نحن فيه. أنجزت الملاكات الهندسية والفنية في شركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الشمالية خطا ربط مهمين في محافظة صلاح الدين. وذكر بيان لوزارة الكهرباء أن قسم تنفيذ المشاريع وقسم شبكة صلاح الدين أنجزا أعمال مشروع إنشاء خطي ربط شمال سامراء وشرق تكريت بطاقة 132 كيفي، مشيرا إلى أن طول الخط الواحد الكلي يبلغ 65 كيلومترا وينتشر عليه 200 برج. وأشار البيان إلى أن أهمية تشغيل الخط تكمن في زيادة استقرارية ووثوقية المنظومة الكهربائية في المحافظة، وبما ينعكس إيجابيا على ساعات التجهيز للمواطنين. أعلنت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء المضي في إنتاج أدوية خاصة بالأمراض المزمنة بأسعار مدعومة. وقال مدير عام الشركة عبد الحميد السالم أن الشركة ماضية في إنتاج أدوية علاج السكر والضغط والقلب ومختلف الأمراض المزمنة بهدف توفير أدوية آمنة وبأسعار مناسبة. وأضاف أن الشركة ماضية أيضا في تطوير البنايات الإنتاجية الجديدة وإنشاء بنايات ومشاريع استثمارية لغرض تأمين الأمن الدوائي وجعل مدينة سامراء مركزا لصناعة الأدوية، مشيرا إلى أن هناك عمود شراكة لمشاريع مثل الخيوط الجراحية مع شركة أرض الكرنافة وإنشاء بنايات جديدة لغرض مواكبة تطور الصناعات الدوائية. تواصل الملاكات الهندسية والفنية أعمال إعادة تأهيل الشارع الخدمي في الضلوعية الذي يشرف عليه صندوق إعادة الأعمار، مع مراعاة أهميته في تنشيط الحركة الاقتصادية وتسهيل تنقلات المواطنين. الزميل جاسم الأبو جاسم والتفاصيل. تابعت مقامية وبلدية الضلوعية مراحل الإنجاز المتحققة لمشروع الطريق الرئيسي للمدينة، والذي يمتد من الجسر الخشبي ولغاية مستشفى الحارث، بعد إنجاز شبكة الطاقة الكهربائية والمياه، لتواكبها تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، والتي تنفذ بشكل دقيق وحسب المواصفات الهندسية المعتمدة، وذلك لتلافي الأخطاء لنظيرتها من المشاريع الأخرى. بداية المشروع مر بمجموعة من المراحل، المرحلة الأولى هي مرحلة رفع التجاوز كملة 100%، المرحلة الثانية مرحلة تحويل خطوط الكهرباء أيضا أنجزت 100%، المرحلة الثالثة مرحلة خطوط الشبكات الماء الصالح للشرب، شبكات الإسالة أيضا تم إنجازها. نحن الآن في المرحلة الرابعة اللي هي مرحلة تصميم شبكات المجاري وتنفيذها، اكتمل موضوع التصميم بشكل كامل والمصادقة، والآن نحن نعمل في موضوع تمديد شبكات مجاري مياه الأمطار لهذا المشروع. طبعا هو المشروع طوله 6.5 كيلومتر، أنجزنا منه تقريبا 2 كيلو، يعني بحدود 30 إلى 35% من أعمال خطوط المجاري. نحن نعمل بشكل يعني بطيء لأسباب النظام عمل المنهارات، هو نظام البريكاست أو نظام المنهارات الجاهزة. هذه المنهارات طبعا دقيقة جدا بموضوع التصريف، موضوع مثلا الليك اللي يحصل في موضوع في تصريف الماء، وبالتالي يجب
أن نعمل فحص كل 50 متر. كل ما تكمل عندنا 50 متر أو من هولة يتم استخدام البالونة الخاصة بهذا الموضوع، ويتم ملء الخط بالماء وتشيك الخط لمدة ساعة أو ساعتين. إذا كان هناك خلل يجب إعادة العمل والمعالجة، وإن لم يكن هنالك خلل معين يتم تسليم الخط إلى كوادر الدفن. الأعمال مستمرة وفتحنا مقطعين، المقطع الأول اللي بدأ من جنوب المنطقة في منطقة الجبور، والمقطع الثاني بدأ من منطقة الدكاكين اللي هي مركز منطقة الجبور متوجهة باتجاه خسرج. وعندنا مرحلة ثانية بدينا يعني شلون تقول تداخل عمل، بدينا منطقة بالأعمال تسوية وتعديل الطريق جنوبا حتى نفتح الخط الثاني من العمل. احنا عندنا تدري عندنا مصبات ثلاثة، فعندنا المصب الأول اللي هو نعتبره جنوب الجنوب الجنوب المنطقة، هذه راح يتوزع بها المناسيب، فذاك المنطقة راح تكون الجزء الوسطي، وهذه المنطقة اللي هي منطقة الشمال منطقة الجبور هذا راح يصير خط ثاني يذب بالمصب اللي هو موجود في فرع المهد الياسين. الأهالي طالبوا بسرعة التنفيذ وذلك لتأثير هذه الأعمال على حياتهم اليومية بشكل مباشر، مسببا بتحديد للحركة وتوقفا للأعمال التجارية للبعض منهم، مؤكدين بالوقت ذاته عن قناعتهم بما ينفذ من أعمال وخصوصا الجوانب الفنية منها. وقد أشاد أصحاب الآليات التخصصية والجهات التنفيذية عن تعاون الأهالي معهم بشكل مباشر والذي انعكس إيجابيا على مراحل التنفيذ. والله صراحة يعني المشاريع ما أريد نقول إنه ماكو مشاريع، أكو مشاريع بس أكو تلكؤ بالعمل. يعني المشروع هذا يبدأ من جسر الخشب نهاية مركز الناحية اللي هو مستشفى الحارث، يعني آلية واحدة تشتغل، وهو مشروع يعتبر مشروع عملاق، يعني المفروض أكثر من ثلاث آليات أو أربعة تشتغل. إضافة إلى يعني تلكؤ بالمنطقة، أصبح يعني عندك هاي المحلات هسه الأغلبية مقفلة، ناس على رزق وبضاعة بالمحلات مقفلة المحلات، يعني هسه إذا تشوف حضرتك وتوجه كاميرتك أغلب المحلات مقفلة. فنطالب الجهات يعني المختصة أو بسرعة التنفيذ. يعني موضوع نقل البضائع، يعني الحمد لله أنه أكو شارع حولي، فيعني شوية يعني شفع للناس والحركة، يعني الأغلب هسه على شارع الحولي، بس أغلب المحلات هي مركز المدينة خلينا نقول. والله احنا أول بداية الأمر نشكر القائمين على هذا المشروع. ثانيا يعني اكو اضرار يعني كون احنا اصحابين عمل، اتمنى انهم بسرعه انجاز هذا العمل، يعني اتمنى انهم قبل العيد ينجز هذا الامر، على الرغم انه المشروع عملاق حيل ويحتاج الى يعني شغل وفق قياسات محدده، وكون انه القاعه الرسوبيه تدوس يعني نوبات الانبوب يكمل الفحص ورا لحظات يختل التوازن ويرد يعملون من جديد وجديد. اتمنى انه يسرعون بالانجاز، انا احنا اصحابين عمل وتضررنا من هذا الامر. تلكؤ المشاريع وتاخيرها ملفات بدات تقلق بعض المواطنين وتجعل من المنتفعين فرصه للخوض في هذا المجال، متناسين ان هناك جهات رقابيه ومحليه تتابعها اولا باول كونها تهدف الى المصلحه العامه. لقناه صلاح الدين الفضائيه، جاسم ابو جاسم، الضلوعيه. أكد مختصون دخول طهران بوساطة جديدة في البيتين الشيعي والكردي لإنهاء الخلافات في تشكيل الحكومة المقبلة مع رفع الفيتو عن هوية رئيس الجمهورية المقبل. وتقول المصادر أن جنرال إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قد التقى في السليمانية وأربيل وبغداد قيادات الخط الأول لرفع القيود عن التوافق السياسي الجديد في إدارة البلاد من خلال مشاركة الجميع مع الحكومة العراقية المقبلة وحسب الاستحقاق الانتخابي، مع تأكيد دعم إيران لخيارات الحل بين القوى العراقية. وسيتم الكشف عن نجاح الوساطة الإيرانية خلال اليومين المقبلين، سواء باتفاق الإطار التنسيقي على المرشح لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب أو تقليل قائمة المتنافسين على رئاسة الوزراء، في وقت ليس أمام البيت الكردي إلا الذهاب بمرشح واحد إلى رئاسة الجمهورية أو تكرار سيناريو 2018 وملخصه التبديل للرئيس برهم صالح.
ويضغط عامل الزمن بشكل كبير، كون أن عدم الاتفاق على تشكيل الحكومة سيمنح التيار الصدري فرصة كبيرة للعودة إلى الاحتجاجات الشعبية. ولأن قادة الإطار التنسيقي يستوعبون خطورة الاختلاف على تشكيل الحكومة المقبلة، لذا سيقدمون تنازلات مهمة لن يكون أثقلها القبول بالتجديد لولاية الكاظمي مع تعديل الفريق الحكومي، وهو ما عبر عنه بوضوح رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم بخطبة العيد بقوله: ليس من الضروري أن يكون هناك تغيير جذري للحكومة الحالية في ظل وجود إيجابيات تحققت في هذه المدة، وهناك مؤسسات حكومية أثبتت فاعليتها. وضمن هذا التوجه يقول محللون أن معظم القوى السياسية تشعر بحالة حرج كبيرة لأنها لم تحسم خلافاتها الداخلية على المناصب ولم تقدم حلولا بديلة تستوعب ردود أفعال الشارع السياسي بكل اتجاهاته، لذلك سيكون خيار التمديد للرئاسات أقصر طرق الحل، خاصة وأنه يوازن بين مطالب الصدر وتحالفات البيت الكردي. وعلى ذكر التوازنات التي يروج لها المحللون والسياسيون بوقت واحد، فإن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لن يسكت على عرقلة الإطار التنسيقي لمرشحه في رئاسة الحكومة السفير جعفر الصدر، لذلك سيضغط بجميع الاتجاهات بعد صلاة الجمعة الموحدة لمنع تفصيل الإطار لمقاصات الحكومة المقبلة حسب ما تؤكده قراءة أمريكية حديثة. وفي المقابل يقول المحلل السياسي العراقي صباح العقيري أن زعيم التيار الصدري سوف يدعم الحكومة المقبلة في حال نجاحها، وفي ذات الوقت سوف يقلب الطاولة ويسقطها حينما تفشل، وقد يحدد لها مهلة معينة، في إشارة إلى تشكيل التنسيقي وفدا تفاوضيا من رئيس تحالف الفتح هادي العامري وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس هيئة الحشد فالح الفياض لتحديد أولويات المرحلة المقبلة. وبغض النظر عن اتجاهات البوصلات السياسية بعد عطلة البرلمان والعيد، فإن أقرب السيناريوهات إلى الواقع العملي لحد اليوم الثاني في عيد الأضحى هو الذهاب إلى سيناريو المرشحين الكرديين إلى رئاسة الجمهورية وانتظار الحسم في جلسة البرلمان حسب ما توقع رئيس كتلة الاتحاد الوطني البرلمانية ملا كريم شكور، والذي يأمل أن تتغير الثوابت والمشتركات الكبيرة مع الحزب الديمقراطي على الخلافات والأزمات، مرجحا استمرار المباحثات بين الحزبين للوصول إلى تفاهمات تنهي الخلاف الحالي. وفي المقابل لم يتوقف قادة البيت السياسي الشيعي عن دعوة القيادات الكردية إلى تفاهم ينهي جدل رئاسة الجمهورية، مراهنين على حكمة الرئيس مسعود البرزاني في توحيد الصف الكردي وأيضا المشتركات الكبيرة مع البارتي لضمان الحقوق الدستورية للكرد في المعادلة العراقية الجديدة. ولأن القضاء على الإرهاب هو أهم مراحل حماية الواقع السياسي العراقي، فقد وجه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي دعوة للقوى السياسية في ذكرى تحرير الموصل قائلا: إنه في رحاب يوم العراق هذا أدعو القوى السياسية كافة لتجاوز خلافاتها لأجل العراق، أدعوها لصناعة الأمل لشعب العراق، وإنما القيادة الحقة تلك التي لا ترى لنفسها عزا ومصلحة إلا بعزة ومصالح شعبها. وأضاف العبادي أن يوم تحرير الموصل ملحمة للوطنية العراقية التي برهنت على قوتها وانتصارها على الإرهاب الأسود وأذناب الأجندات الطامعة بأرض العراق، إن الوطنية العراقية لن تموت، وكما انتصرت على الإرهاب فستنتصر في جميع معارك الوحدة والهوية والمستقبل. أكدت وزارة الموارد المائية تخفيض الإطلاقات المائية للأهوار بنسبة 50%، موضحة أن التبخر في مناطق الأهوار عال جدا ولا يمكن تعويضه من الخزين المائي. وقال مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية حاتم حميد أن هناك شح بالإيرادات المائية وتقنين بالإطلاقات وتوزيع بالضرر لكافة الاستخدامات المائية بما فيها مناطق الأهوار وحسب الخطة، موضحا أن ارتفاع درجات الحرارة يسبب ارتفاعا في التبخر، لذلك تقل مساحة الإغمار لأن الكميات التي يتم إطلاقها أقل من كمية التبخر الموجودة. ومن جانبه رصد الاستشاري في منظمة طبيعة العراق المعنية ببيئة أهوار قضاء التشبايش جاسم الأسدي نفوق كميات كبيرة من الثروة السمكية في هور أبو سحاق في الأهوار الوسطى الجنوبية بسبب تدهور نوعية وكميات المياه الواصلة للمنطقة.
ونبقى في ملف التحديات العراقية، حيث أقر رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان حازم الرديني أن 60% من المحكومين بالسجن هم بقضايا تعاطي أو تجارة المخدرات. وأشار الرديني إلى أن سجن العمارة المركزي يبلغ تعداد نزلائه في الوقت الحالي قرابة 1000 سجين، غالبيتهم من تجار أو متعاطي المخدرات، في حين أن قدرته الاستيعابية لا تتجاوز 500، داعيا إلى تحسين الظروف الاقتصادية للشباب لا سيما في مناطق الانتشار في جنوب العراق، فضلا عن حملات توعوية عن خطر هذه الآفة على تنامي أعداد ووسائل تنفيذ الجرائم في العراق. وفي هذا المستوى من المواجهة مع الظواهر الدخيلة على القاموس العراقي، أعلنت اللجنة القانونية النيابية عن تحرك نيابي لتشريع قانون يحظر المثلية في العراق. وقال عضو اللجنة النائب عارف الحمامي أنه تم الاتفاق داخل مجلس النواب على جمع تواقيع بعد عودته للانعقاد لتشريع قانون يحظر المثلية في العراق ويمنع الانحرافات المرتبطة بها. وبدوره قال الخبير القانوني علي التميمي أن المادة 393 من قانون العقوبات العراقي عاقب على الانحراف بالإعدام. شهد دار المسنين في الموصل زواج السبعينية سناء محمد علي من السبعيني أكرم طه رسول في قصة حب غريبة من نوعها جمعتهما معا في داخل الدار. وقالت المسؤولة عن خدمة المسنين في دار الرعاية الاجتماعية إخلاص وليد محمد أن أكرم وهو من الموصل وعمره 74 عاما وسيدة سناء 70 عاما من المقيمين في دار رعاية المسنين، وبعد قصة حب استمرت لنحو عامين تكللت أي اليوم بالزواج. وأضافت أنه تم عقد القران داخل دار رعاية المسنين بحضور إدارة الدار والمقيمين من النزلاء الذين احتفلوا مع زملائهم بهذا الزواج، والذي يعطي صورة عن التفاؤل وديمومة الحياة طالما في العمر بقية. يواصل حجاج بيت الله الحرام إكمال مناسكهم في أول أيام التشريق في الوقت الذي يبقى فيه ضيوف الرحمن أيام التشريق في مشعر منى، يذكرون الله ويلحون بالدعاء ويكملون رمي الجمرات الثلاثة، يبدأون بالصغرى ثم الوسطى فالكبرى، كل منها بسبع حصيات، بعد أن رموا أمس جمرة العقبة في الوقت الذي لم تسجل فيه عمليات تفويج الحجاج إلى جسر الجمرات أي إصابات تذكر أو رصد تزاحم وتدافع نظير الخطة التنفيذية التي تم اعتمادها وسط تكاملية الجهات الحكومية والخدمية. وعلى الصعيد ذاته، كشفت وزارة الصحة السعودية أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم تسجل بينهم أي تفشيات أو حالات مرضية مؤثرة على الصحة العامة، في حين دعت كافة الحجاج تجنب الإجهاد الحراري، ضربات الشمس والوقاية من ذلك باستخدام المظلات وشرب السوائل والراحة بشكل مستمر أثناء تأدية المناسك، وتجنب العدوى من خلال ارتداء الكمامة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. واصل الجيش الروسي قصفه المتواصل لمنطقة دونتسك في شرق أوكرانيا، حيث يخطط بعد 4 أشهر ونصف شهر من بدء الحرب في أوكرانيا لشن عمليات جديدة وفقا لمسؤولين أوكرانيين. وقال حاكم منطقة دونتسك بأوكرانيا إن ما لا يقل عن 6 أشخاص لقوا حتفهم، وهناك مخاوف أن يكون أكثر من 30 شخصا محاصرين بعد أن أصابت صواريخ أوراغان الروسية مبنى سكنيا مؤلفا من 5 طوابق في المنطقة، مما أدى إلى انهياره. وتساءل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي هل سيتمكن العالم من إحالة مجرمي الحرب الحقيقيين إلى القضاء، محذرا من خطر مئات الهجمات الأخرى في حال لم يحصل ذلك. من جانبه أكد الجيش الروسي أنه ألحق أضرارا جسيمة بالجيش الأوكراني وعتاده في منطقة ميكولايف. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إنها شنت أيضا ضربات على منطقتي دونتسك وخاركيف، حيث أصيب 6 مدنيين بحسب مكتب المدعي العام الأوكراني المحلي. بدأ الناخبون اليابانيون التصويت لتجديد نصف مقاعد مجلس الشيوخ في انتخابات طغى عليها حادثة اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي قبل يومين خلال تجمع انتخابي في نارا بغرب البلاد. وندد رئيس الوزراء الياباني الحالي فوميو كيشيدا الذي يتصدر حزبه الليبرالي الديمقراطي بفارق كبير استطلاعات الرأي بالهجوم الهمجي على آبي مرشده في السياسة، مشددا على أهمية الدفاع عن الانتخابات الحرة والنزيهة التي تشكل أساس الديمقراطية. وتشير التوقعات إلى أن الائتلاف الحاكم المؤلف من الحزب الليبرالي بزعامة كيشيدا البالغ من العمر 64 عاما وحليفه كوميتو قد يفوز بأكثر من 70 مقعدا من أصل 125. سيتم تجديدها الأحد في الانتخابات التي تجري كل 3 سنوات وتشمل نصف مقاعد مجلس الشيوخ 248 بالإجمال. في المقابل فإن الحزب الديمقراطي الدستوري قد يخسر بحسب استطلاعات الرأي قسما من المقاعد 45 التي يشغلها حاليا، وموقعه كأول قوة معارضة لعدم عرضه بديلا مقنعا. لا يزال الوضع غامضا في سريلانكا بعد أن وافق الرئيس غوتابايا راجابيكسا على الاستقالة هذا الأسبوع بعد إجباره على الفرار من قصره الذي اجتاحته الحشود في أعقاب تظاهرات ضخمة في كولومبو بسبب الأزمة الكارثية التي ضربت البلاد. وحثت الولايات المتحدة زعماء البلاد المستقبلين على العمل بسرعة لإيجاد حلول للأوضاع الاقتصادية المتدهورة بما في ذلك نقص الكهرباء والغذاء والوقود، وذلك بحسب متحدث باسم وزارة الخارجية. وجاء في تصريح متلفز لرئيس البرلمان السريلانكي ماهيندا أبيو أردانا أن الرئيس قال أنه سيتنحى في 13 يوليو لضمان انتقال سلمي للسلطة. ودعا رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكر ميسينغ التالي في خلافة راجابيكسا على الفور إلى اجتماع طارئ للحكومة بحثا عن حل سريع للأزمة، داعيا قادة الأحزاب السياسية للانضمام إلى هذا الاجتماع وأبدأ استعداده للتنحي لإفساح المجال أمام حكومة وحدة وطنية. وتمكن الرئيس راجابيكسا من الفرار قبل دقائق من دخول مئات من المتظاهرين قصره. إلى التذكير بأبرز وأهم العناوين.
وفود عشائرية في الإسحاقي لتهنئة محافظي صلاح الدين بعيد الأضحى ودعم خيارات الشراكة في الاستقرار والبناء والخدمات. سامراء على موعد جديد لإنتاج أدوية الأمراض المزمنة وتطمينات باستقرار الكهرباء بعد إعادة خطي شمال سامراء وشرق تكريت. القوى السياسية تستعد لتوقيتات الحسم النهائي مع انتهاء عطلتي البرلمان وتمديد لولاية الكاظمي خيار توافقي مسموع. والعبادي يستذكر تحرير الموصل لتفعيل الحلول المصيرية وسيناريو 2018 يزداد تمددا بالحوارات السياسية لتجديد ولاية الكاظمي. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.